حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. هذه المرة نعود وإياكم إلى العراق العزيز، ومن هناك شاعر استطاع أن يترجم المبدأ حياة وأن يشكل الحياة وفق الأمل المرجو الذي يعيش في سبيل تحقيقه. معنا من العراق الشاعر الأستاذ علي العقيدي. أهلا وسهلا بك أستاذ علي، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد، كيف حالكم؟ عليكم السلام حبيبي، تحياتي لك والكادر القناة العزيزة علينا قناة الرافدين، يا أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك سيد علي مرة ثانية. أستاذنا العزيز، سعداء باستضافتك وتشريفك لنا في بيت القصيد، ودعنا نبدأ في هذا السؤال، كيف حال العراق من عين شاعر؟ تفضل أجب بما تحب. والله العراق إلى المجهول صديقي العزيز، يعني عاجز عن التعبير، يعني أنت قلت من عين شاعر، وعين الشاعر تدمع، يعني تدمع كلمات وتدمع شعر على وضع العراق الذي لا نعرف إلى أين يمضي. سبحان الله، يعني معاناة ما بعدها معاناة أخي الحبيب. ربما كان هذا الواقع، ربما كان هذا الواقع. ماذا عن الشعر؟ هل هناك فسحة في الأمر وهناك مجال للكلام، أم أن الدمعة أيضا ستكون أكبر من القصيدة؟ لا إن شاء الله عندي ما يرد على هذا السؤال. تفضل إلى أولى القصائد، كلنا شوق أستاذ علي. الله يخليك ويحفظك، أقول بصيغة أخاطب بها من العراق جميع العرب، يعني تفضل. وجميع مجلسي أقول دم العربي متحد الخلايا، نقي التدفق والمزايا، ونبضي بمناقبه كريم، ومعروف التوجه والنوايا، يعيش على متاعبه شموخ، ويحمل صامدا وجع القضايا، فمن بيروت للخرطوم حب بحسن لا ينافق في الضحايا، ومن بغداد حتى الشام شوق تجسده القصائد والهدايا. الله. ومن صنعاء نحو القدس آت دعاء النصر تسمعه البرايا، لقاهرة المعز تتوق روحي وتنطق منها والصومال نايا، إلى عمان يأخذني حنيني، إلى عمان يأخذني حنيني، ويدهمني اشتياقي كالسرايا، وهذا المغرب العربي أرض تجود بنثر آلاف العطايا، وفي جسد الخليج تعود روحي، وفي جسد الخليج تعود روحي، تلملم ما تناثر من بقايا، فلا أنسى انتماءاتي وأصلي، ونبضي واحد رغم الخطايا. كان لازم نبدأ من العرب أستاذ مصطفى، والآن لو سمحت لي نعرج بأبيات بسيطة على القدس الهم العربي الواحد. تفضل لك ذلك. يا قدس روحي في فضائك هائمة، يا قدس روحي في فضائك هائمة، رغم احتمالات العدو الغائمة، والعيش في عينيك خط بدايتي، والموت فوق يديك حسن الخاتمة، لو ألف مجنون عوى أخرسته، القدس يا مجنون تبقى العاصمة. القدس يا مبدعنا يا أستاذنا تبقى العاصمة، ولا شك يا أستاذنا أنها ستبقى عاصمة كل الأحرار في كل الدنيا. حالها حال بغداد حاضرة الخلافة، بغداد الخالدة بشموخ أهلها، بغداد التي تحتضن التاريخ الحر الذي لا يقبل أن ينهزم أمام محتل أو أمام ذيوله وأذنابه. ما الذي يحتاجه العراق أيضا؟ أريدها إجابة من روح شاعر. ما الذي ينقص العراق حتى يقوم من كبوته؟ أستاذ علي، لك أن تجيب بما تحب. والله أجاوبك بالبداية كلام وبعدين أرد عليك بقصيدة إن شاء الله. تفضل. العراق يحتاج الوحدة، تكاتف الجهود والقلوب،
للتخلص من هذه غيمة الظلام اللي حلت على العراق سبحان الله. نعم. وأما ما أقوله شعرا أقول: الثائرون على سيد الأكاذيب، على ارتفاع الضحايا في المناسيب. مجددا لو سمحت. الثائرون على سيد الأكاذيب، على ارتفاع الضحايا في المناسيب، على بلوغ نيوب الشر أذرعهم، على التجدد في فرض الألاعيب. قد أكملوا عامهم من بعد أن خسروا خلاصة النور في ظلم السراديب. قد أكملوا عامهم من بعد، مرة ثانية، قد أكملوا عامهم من بعد أن خسروا خلاصة النور في ظلم السراديب، وما استراحوا على ليل يرافقهم إلى النهايات في شتى الأساليب. كانت على خيم الناجين نظرتهم، وفي البدايات عنوان التراكيب. وكم أعادوا إلى تشرين هيبته، وكم أعادوا إلى تشرين هيبته، وسجلوه بتقويم الأعاجيب. فقد أعادوا إلى النهرين لونهما، إلى العراق أعادوا منبع الطيب. إلى العراق أعادوا منبع الطيب، ودمت منبع طيب ومنبع انتماء إلى العراق الذي تحب، ولهذه الثورة التي تتواصل وتتواصل أو يستمر زخمها بمد الشباب وإيمانهم بحقهم أن يكون وطنهم حرا، وأن تكون لهم فرصهم ومطالبهم المشروعة حقيقة لا وعودا زائفة كما يعني يتعمد الكثيرون للأسف المماطلة مع هؤلاء الشباب. دعنا نتحدث عن الأمل الواعد في المستقبل، وشيء من الأمل. أستاذ علي العقيدي، هل يمكن أن نستورد الأمل لنسقطه على الواقع العراقي وأنه سيكون حاضراً في المستقبل، أم أن المسألة تجعل من هذا الأمر شبه مستحيل مثلاً وصعب؟ لا، إن شاء الله بإذن الله ما لا يوجد مستحيل. الأمل موجود ويحتاج تضافر الجهود مثل ما قلت لحضرتك، ولولا الأمل ما بقينا لحد الآن كشعب، لأنه اللي واجه العراق صعب جدا أخي الحبيب مصطفى. نعم. لكن هناك أيضا نظرة يعني سوداوية تلخص الأوجاع والأسباب والحالات اللي يعيشها العراق. نعم. نقول قلقون من لون الدماء القاتم، قلقون من لون الدماء القاتم، من أسهم سرقت لقتل حمائمي. منا هناك بحجرة مشؤومة كبساط موت للربيع الحالمي. هنا الألم، كبساط موت للربيع الحالمي. بإذن الله تعالى نحيله إلى أمل إن شاء الله، مما يؤثر في الخرائط خلسة لبناء معتقل وطمس معالم، مما يؤثر في الخرائط خلسة لبناء معتقل وطمس معالم، من مفردات في سطور صحيفة كتبت جزافا لاقتسام دائم. متخوفون من اشتعال فتيلة لا تنطفي إلا بنصب مآتم. متخوفون مجددا، متخوفون من اشتعال فتيلة لا تنطفي إلا بنصب مآتم. ما أرخص الإنسان في وطن الذي رسم الحروف نكاية بطلاسم. ما أرخص الإنسان في وطن الذي رسم الحروف نكاية بطلاسم. وطن الذي ما زال ينعى أهله من طيش بدلات وظلم عمائم. وطن الذي ما زال ينعى أهله من طيش بدلات وظلم عمائم. فضفوك أستاذ علي العقيدي، الشاعر العراقي المبدع، حبذا لو تحدثني عن رجائك الشخصي في العراق الذي تحب. حدثني عن الرجاء الذي ترجو أن تتسع له الحياة فيتحقق على أرض العراق الذي تحب. ما هو هذا الرجاء؟
العراق الذي كان مهد الحرف الأول، أخي الحبيب مصطفى، بإذن الله تعالى سينفض الغبار عنه بإذن الله تعالى، وتتضافر الجهود وتتوحد القلوب لبناء عراق جديد ينعم بالأمل. ومثل ما قلت لك في الأبيات السابقة، نحيل الألم إلى أمل بإذن الله تعالى، وإذن الله تعالى ربيع قادم، لكن هي مسألة وقت لا أقل ولا أكثر. نعم. بإذن الله تعالى دعي كبير بأهل العراق العظيم. نعم. الطيبة والألفة والكرم الموجود. نعم. في شعب إن شاء الله هذا كله يتضافر ويتوحد بإذن الله تعالى لرسم صورة مشرقة للعراق العظيم إن شاء الله. أستاذنا العزيز أستاذ علي، هل ترى أن العراق والعراقيين لا يزالون مؤمنين بالكلمة ودورها، وأن الشاعر حامل لواء الحقيقة والأمل بقادم مشرق؟ هل لا يزال الناس يؤمنون بالكلمة وأن لها أثرا لا يمكن تجاوزه؟ هل هذا موجود؟ موجود، ولكن ليست بالنسبة التي يرجاها نترجاها نحن الشعراء والمثقفون. الحقيقة الآن لو تلاحظ الكلمة الآن على المستوى الشعبي، ليس في العراق فقط، في مستوى بلادنا العربية كلها، الشعر الشعبي الآن متسيد الساحة، والشعر الفصيح العمود، وحتى لو قلنا بعض قصائد النثر الآن تحاول أن تبقى على الساحة وتطفو على السطح بعد أن غيبت لفترات. ولكن هناك في العراق بإذن الله تعالى شعراء يقومون بهذه المهمة بإذن الله تعالى. لا. ومستمر الشعر، لكن ليس كما كان سابقا. الآن الشعبية وليس في العراق فقط، اسمح لي أني أوضح لك هذه النقطة. تفضل. في كل بلاد العربية، بحيث أنه لو على سبيل المثال لو سمحت لي، أنك لو في قصيدة في اليوتيوب تنزل قصيدة فصحى، ما راح تلاقي نفس المشاهدات اللي تلاقيها الأغاني الشعبية اللي على المستوى حتى لو كان مستوى هابط. نعم. حبيب، نعم. يقال إن المثقف يقال إن شاء الله يؤدي رسالته. نعم. سيد علي، يقال إن المثقف الحقيقي هو الذي ينحاز بالكامل ضميراً وحضوراً إلى جانب شعبه. باعتقادك وملامسة للظروف الميدانية التي عايشتها في العراق على امتداد 30 عاماً أو يزيد من التجربة الشعرية، هل ترى بالفعل أن المثقف العراقي يقف في جانب الجمهور أم أنه يبحث عن جوانب أخرى؟ دعنا نتحدث عن السمت الغالب هنا بعيداً عن الإفراط أو التفريط. السمت الغالب، نعم، المثقفون مع آمال الشعب وتطلعاتهم وطموحاتهم مثل ما قلت لك، ويواصلون جهادهم ويواصلون عطائهم من أجل تلبية طموحات الشعب وتحقيق أهداف، نعم هذا موجود. ولكن أيضا هناك معاناة كبيرة يعاني منها المثقف العراقي والعربي بترسيخ هذه المبادئ وهذه القيم. نعم. بالكلمة الفصيحة. نعم. ربما نذهب إلى سؤال ملغوم نوعا ما أستاذ علي، ما هو أكثر ما يزعجك بالمشهد الشعري في العراق على وجه الخصوص وتتمنى وترجو لو أنه غير موجود؟ لا موجود، موجود المشهد الحقيقة. الشعر العمود نعاني الآن من ناحية إهماله في العراق من قبل المؤسسات والصحف، والتوجه نحو قصيدة النثر. نعم. يعني الآن هناك وكأنه من يكتب الشعر العمود وكأنه أصبح قديما أو كما يقولون كلاسيكيا أو من العصور المظلمة. نعم. مع العلم أنه الشعر العمود الآن نحن نسعى لتحديثه وفق مفردات العصر، أدخلنا في قصائدنا مفردات العصر الحمد لله، وتلاحظ أن في بعض القصائد هناك مفردات نعم حتى لها علاقة بالقضايا الإلكترونية، يعني
الشبكات الفيسبوك وشبكات وما شابه ذلك. استطاعت القصيدة العمودية أن تستوعب كامل التطورات الميدانية والظروف والتقنيات وأن تتناغم مع ما يحتاجه الناس، واستطاعت كذلك أن تستوعب اللغة المعاصرة سواء الدارجة منها أو المصطلحات الناشئة التي يتداولها كثيرون، وكانت حاضرة في الكثير من النصوص الشعرية العمودية، حتى منها كان حاضرا في نصوصك أستاذ علي. عن مستقبل القصيدة وما تتوقعه، هل القصيدة العمودية ستحافظ على وجودها أم أنها ستتعرض إلى نوع من التضييق وصولا إلى الاندثار لا سمح الله؟ يتساءل محبون، ماذا تقول؟ تحافظ بقوة. قبل 4 أيام الأخ الشاعر الكبير الأستاذ عباس شكر أقام أمسية رثاء لوالدته، وحضر الشعراء العمود، وكانت جميع النصوص مثل ما قلت لك تتمتع بهذه المفردات الحديثة. والأخ الأستاذ عباس له يعني جهود كبيرة وعملاقة في هذا المجال في الحفاظ على النص العمودي وتحديثه. نعم. وتحديثه بحيث أنه يبقى في القمة بإذن الله تعالى. وأنا أملي جدا، ولست أنا فقط، كل الشعراء حتى العرب جدا أملنا كبير بهذا المجال، انتحاض القصيدة العرب على حداثتها وبنفس الوقت أصالتها. نعم. لاحظوا الحداثة الأصالة، هذه المعادلة تكون يعني غريبة بعض الشيء، لكنها ستقف على سطح واحد بإذن الله تعالى. لا مانع من التجديد، ولكن مع التشبث والتمسك بالأصالة والتراث والموروث الذي لا يمكن أن ننسلخ عنه، فهو ثوبنا وجلدنا الذي نباهي به، فإن تنازلنا عنه فإننا نتنازل عن كرامتنا وتاريخنا، ومن لا تاريخ له لا حاضر له ولا مستقبل. إلى قصيدة جديدة أستاذ علي العقيدي الشاعر العراقي، ماذا ستقرأ علينا هذه المرة؟ تفضل، لك المنبر. إن شاء الله أعقب على كلامك بخصوص الأصالة والحداثة بإذن الله تعالى. أقول عن أيضا تقريبا واقع العراق، أقول ما عدت أحضر هذا الصبح من خجلي، ولا أردد للأشجار أوراده، ولا أفسر للأطفال خيبتنا، ولا أفسر للأطفال خيبتنا، يحب فيها فقير القوم جلاده، ففي بلادي تساوى النور ثانية مع الظلام، وضاع الحق كالعادة، وعاد للفقر بابا كان يقصده، وعاد للفقر باب كان يقصده، لكي يزيد لبيت الجوع أعداده. ما حتى أسمع صوت الشعب منتفضا في ساحة العز كي يشتذ السيادة، ولا أرى الدماء، ولا أرى لدماء الأكرمين صدا، ولا بطون العلا للمجد ولادة، أرى انتكاسة تاريخي بلافتة، لن يهزم الشعب بعد اليوم أو غادة. مجددا، أرى انتكاسة تاريخ، تفضل. لن يهزم الشعب بعد اليوم أو غادة. هذه الأبيات راح تشوفها متشائمة، لأن كتبتها في موقف كان من الصعب جدا أتحمله من الشعب. أرى انتكاسة تاريخ، مجددا، وأكمل القصيدة، تفضل. أرى انتكاسة تاريخي بلافتة، لن يهزم الشعب بعد اليوم أو غادة. يا الله، لن يهزم الشعب بعد اليوم أو غادة. هؤلاء الأوغاد الذين يتربصون الدائرة أو الدوائر بالشعب، ما العمل من أجل تغييرهم، من أجل يعني كسب الوطن، من أجل لفت انتباههم لقضية، لشعب، لجغرافيا، لتاريخ، يغفلون عنهم أو يغفلونهم؟ هل يرجى من ورائهم أمل من صوت عراقي حر؟ ماذا تقول؟ أول نقطة أستاذ العزيز وأخي الحبيب فليسمعني الجميع، هو التجرد من الأنا. متى ما تجرد الفرد من الأنا، نعم، إلى الجمع المؤمن والتحق بسراياهم، سيكون باب النصر مفتوحا للجميع بإذن الله تعالى.
بإذن الله. بإذن الله. طيب الآن دعنا نتحدث عن دورك الخاص فيما يتعلق باليوميات الشعرية أستاذ علي. يعني قد تجد أن هناك شريحة واسعة من الشعراء يعيبون على عدد لا بأس به أيضا من الشعراء الذين يتعمدون أو يعتمدون في تجربتهم الشعرية كتابة اليوميات، كل ما يعرض لهم يكتبونه على يومياتهم في فيسبوك في تويتر وغيرهما من وسائل التواصل الاجتماعي. هل ترى أن هذا النوع من الشعر اليوميات أو هذا الشكل يمكن أن يكتب له الخلود، أم أنه يعبر عن حالة لحظية ولا يمكن أن يكون في الأعمال الكاملة للشاعر، أو ربما كان لديك رؤية مختلفة؟ تفضل. نعم، نحن تعرضنا لبعض الأصدقاء من أن هذه الأبيات اليوميات التي تكتب ربما لا تدوم، ولكن أنا أسألك أيضا سؤال وأنا أجيب عليه، هل يستطيع الشاعر أن يصمت أمام ما يحدث من أحداث تتعب الهم العربي؟ لا نستطيع، الشعر متنفس إلنا أخي الحبيب مصطفى. نعم. حتى لو لم لكنها تكون لحظة تنفس آنية، تستنشق الهواء، الأحداث المتعبة تخنقنا أخي الحبيب. أحسنت. يعني ماذا تخنقنا، فلا بد لنا أن نتنفس بكم بيت. يعني الآن قبل لما قرأتك لن يهزم الشعب بعد اليوم أو غدا، هذه كانت تنفس لموقف حدث، لموقف حدث، وأنا كتبت وغيري كتب، فعادت جميع إلى الصف الواحد بإذن الله تعالى. يجب أن ندون هذه اليوميات، وإن أعاب علينا الآخرون أو أنها لا تخلد، ولكن المتنفس مطلوب للشاعر، وإلا اختنق. يعني الاختناق لا أعتقد بعد وراء الاختناق شيء موجود لساحة الشعر. نعم، أحسنت أستاذ علي. إلى قصيدة جديدة قبل أن نخرج إلى فاصل، ماذا ستقرأ علينا هذه المرة؟ سأقرأ لك على حب العراق. تفضل. إذا قيل العراق نذوب وتفر من بين الضلوع قلوب. مجددا. كنا إذا قيل العراق نذوب وتفر من بين الضلوع قلوب، ونعود أطفالا لأول شهقة إذ رافقت روح الهواء، إذ رافقت روح الهواء طيوب. كنا نعود إلى أصول العشق كي يزهو بأحرفنا الهوى المكتوب. كنا مع الإخلاص توأم عزة وإلى الأمانة في الصعاب نؤوب. كنا مع الإخلاص مجددا. أستاذ علي، كنا مع الإخلاص مجددا. تفضل. مع الإخلاص توأم عزة وإلى الأمانة في الصعاب نؤوب. نشتث أفعى الطامعين بضربة، نشتث أفعى الطامعين بضربة، ويفر منا الخائن المرعوب. كنا نعيش على ترابك أخوة، ما فرقتنا عن لقاك حروب، ما أزهقت أحلامنا خططا لهم أو رافقتنا للنجاح عيوب. نهوى وفي كرم تبادلنا الهوى، رباه رباه كم بذل الهوى المحبوب. لك في القلوب مكانة لا تنتهي، لك في القلوب مكانة لا تنتهي، وجميع ما أحببته محبوب. الله يا وطني المضاع، الله يا وطني المضاع، بزمرة أبقى خطاها حقك المسلوب. الله يا وطني المضاع، بزمرة أبقى خطاها حقك المسلوب. ماذا نعيد من الذي كنا به، ونحيد عن هفواتها ونتوب. هل أصبح الماضي، هل أصبح الماضي خلاصة فخرنا ومع الخسائر سربته ثقوب. هل أصبح الماضي خلاصة فخرنا ومع الخسائر سربته ثقوب. يا أخي والله، يعني قل ما تحب، قل ما يختلف صح مشاعرك صح في صح هذه اللحظات. حتى يربكنا يعني بالإلقاء، نعيش اللحظة، نعيش يعني هل أصبح الماضي خلاصة فخرنا؟ ما عندنا فخر بالحاضر.
هل أصبح الماضي خلاصة فخرنا؟ بالطبع الماضي وحده لا يمكن أن يكون خلاصة الفخر إن لم يصنع أبناء هذا الزمن فخرهم أو ما يتفخرون به. أحسنت أستاذ علي. هل النص من تتمة أم أنه انتهى؟ لا انتهى النص، لكن الحلقة لا يزال فيها تتمة. وإن انتهى النص سنعود إلى نصوص جديدة معك أستاذ علي الياقيدي الشاعر العراقي لافضفوك. مشاهدينا الكرام، دعونا الآن نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نتابع. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. اهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. معنا من العراق وعبر سكايب الشاعر الاستاذ علي العقيدي. اهلا وسهلا بك استاذ علي معنا. ان كنت تسمعني استاذ علي، اود ان اطرح عليك الان سؤالا مغايرا نوعا ما. بعض الادباء يستشعرون الظلم وان الادب لم ينصفهم، هل حقيقه ان الانصاف في الادب ممكن أن يتجاوز فكرة الكتابة والإنصاف بالنص إلى ما وراء النص، فيستشعر الأديب أنه مظلوم فلم يأخذ حقه من بلده مثلا تقديرا وتقييما واحتراما؟ لو سمحت لي أشرح بتفصيل هذه النقطة وتطرق لها. تفضل. قبل وجود وسائل التواصل الاجتماعي كان الشاعر ملتقيات وأمسيات محددة، فكان الذي لا يحسن الشعر أو لا يصل إلى مرحلة يقتنع بها الخبراء أو الأدباء الكبار أو الأساتذة العظام كان يرفض من ساحة الشعر. الآن هناك نقطة ربما ينتقدني عليها، لكن قول الحق مطلوب هنا في هذه القناة وفي هذا البرنامج. كثر عدد الذين يدعون الشعر حبيبي أستاذ مصطفى. نعم. فأصبحت العلاقات ربما يؤيدك كثيرون. نعم. الشخصية، أصبحت العلاقات الشخصية أنه يا فلان سأنشر هذه القصيدة، هذا رابطها، ضع لي لايك هنا، علق لي هنا. حتى في المسابقات الاتصالات أصبحت سهلة، أنا مشترك في هذه المسابقة، رشحني وضعني كذا وضع لي كذا. فأصبح أدعياء الشعر كثيرون. نعم. لذلك أظن أصبح الأديب في هذا الجانب من الأدب نفسه ومن الشعر نفسه قبل أن يكون من الجمهور أو من السلطات والمؤسسات داخل مؤسسة. نعم. الشعر. لكن ربما قال قائل هذه تصرفات محدودة لا يمكن أن نسقطها على مختلف البرامج أو المسابقات فنرميها بالتقصير أو بتعمد مثلا الاصطفاف إلى جانب شعراء على حساب آخرين، يعني ربما تكون حالات فردية تسيء لمن يقوم بها لا تسيء للبرنامج أو المسابقة ومن يقف وراءها. هل تتفق مع أصحاب هذا الرأي أستاذ علي؟ أغلب يبدو أن صوتك لا يصلنا بشكل واضح أستاذ علي، لك أن تتفضل بالإجابة مجددا الآن. أغلب الإساءات ترد من هذا الجانب، من الأدب نفسه. نعم. من مدعي الشعر ومن مدعي الأدب أخي الحبيب مصطفى. نعم. سمعت؟ أسمعك بوضوح، تفضل. نعم. على سبيل المثال أردت أوضح لك الخلود. لو تلاحظ قصيدة التفعيلة متى بدأت، قصيدة التفعيلة وليس عمود الشعر. نعم. بدأها المرحوم الشاعر الكبير السياب ونازك الملائكة وعبد الوهاب البياتي، وثم استمر طويلا
تقريبا هي اشتهرت واشيعت اكثر يعني في اخر 40 عاما استاذ علي، ام ان عمرها يمتد الى ما قبل ذلك؟ لا، في بدايه الستينات. نعم. قصد التفعيل. نعم يعني، ولكن تم تحويرها على سبيل المثال الى ما يدعى بقصيده النثر، وانا لا اسميها قصيده. قلت لك انا اقول رايي بصراحه، واليغضب مني فليغضب، هذا رايي مطلوب والجميع يرى. نعم. لا، النثر فن قائم بذاته، يرى بعض انه قال ان النثر فن قائم بذاته كما الشعر فن قائم بذاته، واهانه للنثر ان نصفه قصيده او شعر. لا يمكن للنثر ان يكون شعرا لانه نثر. مصطفى بارك الله فيك، اصبت كبد الحقيقه وارحت قلبي بهذه الله التعبير. تسلم استاذ علي، لك ان تكمل، تفضل. ومع ذلك رجعت لعمود الشعر هيبته، واستمر عمود الشعر، وتقريبا نقول اندثرت التفعيلة تماما نادرة، يعني بنسبة 80% للقصيدة، وهذه ليست نسبة كبيرة. لكن التفعيلة تظل الابن الشرعي للقصيدة العمودية، وهي جاءت من أوزان الخليل، ليست دخيلة على الخليل ولا أوزانه، وهي بإمكاننا أن نصفها البحر السابع عشر، أو هذا الوصف كما أخبرني إياها في لقاء بمكان أو بمنصة أخرى الأستاذ الدكتور وليد الصراف، قال قصيدة التفعيلة هي أعدها البحر السابع عشر من بحور الخليل، وهي الإبنة الشرعية للشعر الموزون. هل تتفق معه أو تختلف بهذه الفكرة؟ ولك أن تقول ما تحب، تفضل. التفعيلة تعتمد على البحور، فعلا هي من يعني بحور الفراهيدي، ولكنها البحور المتشابهة التفعيلة اللي هي الكامل. نعم. اللي متفاعل ويجوز لك البحور الصافية. نعم، البحور الصافية، التفعيلة المتشابهة، والرمل والمتقارب تقريبا، والخبب، أربع بحور فقط. لكن لا يمكنك أن تكتب تفعيلة على البسيط ولا على الطويل، اللي فعول مفاعل لا تستطيع أن تكتب عليها تفعيلة. لذلك أرادت التفعيلة أن تقسم بحور الشعر إلى البحور المتشابهة والبحور المختلفة. ربما لكن لا نريد أن نظلم أو نتجنى على أنصار هذا المذهب الشعري قصيدة التفعيلة أستاذ علي، وربما يقول بعضهم إنكم بهذا أو بهذه الإجابات تضيقون واسعا، والتفعيلة تستطيع أيضا أن تتضمن البحر الطويل، البحر البسيط، البحر الخفيف أيضا، لكن على الشاعر أن يحاول ويجرب. ليس صعبا أن تكتب الشعر أو شعر التفعيلة على هذه البحور المخلطة التي تتكون من تفعيلتين، هكذا يقولون. ماذا ترد عليهم؟ لا، هذا الكلام غير صحيح. لا يمكن الكتابة التفعيلة على بحر الطويل والبسيط والبحور المختلطة كما تسمى، لأنك لو توقفت مثلا على سبيل المثال فعول مفاعل فعول، تحتاج أن تكتب مفاعل. لو كتبت مفاعل أنت في التفعيلة مدارس، اللي مفاعل تأتيك على وزن مدارس مثلا، مدارس مفاعل، كيف ستكمل؟ هتبدأ من جديد، بدأت بالعجز، إذن هذا عمود وليس تفعيلة. لكن مثلا قصيدة أيضا تحترم وإجابة تحسب لك، ومن حقك أن تقول ما أنت مؤمن به. ما رأيك أن نعود إلى الشعر مجددا بعيدا عن هذه الأحاديث الممتلئة مشاكسات، وربما كان فيها خلافات كما يرى كثير من الشعراء خصوصا المعاصرين؟ نعم. إلى قصيدة جديدة، تفضل. على كتفي خذي نفسا عميقا، وزيدي في دلالك كي أفيقا، فقد أقبلت مصدوما بحال أدامت بين أضلاع الحريقة. فقد أقبلت مصدوما بحال أدامت بين أضلاع الحريقة، فأغرقت المعابر من دموعي وما أبقيت من وجعي مضيقا. فأغرقت المعابر من دموعي
وما أبقيت من وجعي مضيقة، وحتى لا أطيل عليك شرحا بقافيتي سأختصر الطريقة. الله. أتاني بعدما كنا حيارى، وكان الظلم في الدنيا طليقا. هو البدر التمام، هو البدر التمام بكل فخر، وربك كان تشبيهي دقيقا. أنار الكون وابتسمت نجوم، ربيع الحب أهداها بريقا. وما صنا أمانتنا بعهد، حمير الأحر حمير الأحر تستهجن النهيقا. فتهنا عن مسار النور جهلا، عدو الله نحسبه صديقا. فتهنا عن مسار النور جهلا، عدو الله نحسبه صديقا. عدو الله نحسبه صديقا. عسى أن يعود الأصدقاء أصدقاء مجددا، ويعود للحياة ضوءها ووهجها وفطرتها النقية بعدما لوثتها مطامع الإنسان والكثير من السواد الذي للأسف يأخذ الحياة إلى ما هو أسوأ. أملنا يتجدد ولا ينفك، يتحرك ويتأجج داخل كل حر بأن يكون القادم أجمل وأفضل ويحمل الخير للبشرية جمعاء لا المسلمين فحسب. فهذا ما علمنا إياه ديننا الحنيف. أستاذ علي، سأطرح عليك الآن 5 مفردات أريد معناها الدلالي الذي يسكن فيك، ولا أريد معناها الدارج والمعروف. هل أنت جاهز؟ نعم، تفضل. الصديق، ماذا يعني لك الصديق؟ الصديق قصيدة خالدة لا تنسى. الوزن الشعري ماذا يعني لك؟ الوزن الشعري قانون لا يمكن تجاوزه نهائيا. الحبر، الحبر وسيلة عظمى لتدوين الوجع والأمل. الدمعة، الدمعة متنفس كبير بعد القصيدة للشاعر والمواطن بسرعة. شارع المتنبي، شارع المتنبي نبض الحياة الثقافية في بغداد والعراق كله. حدثنا عنه قليلا، وأكثر ما يلفت انتباهك وأكثر العادات التي لا يزال المثقفون في ذلك الشارع، شارع المتنبي، أكثر العادات التي لا يزالون يحتفظون بها حتى يومنا هذا. حدثنا قليلا عن شارع المتنبي. في شارع المتنبي أسسنا مجموعة الشعراء الرافدين، وكنا ننظم الصبوحات في قاعة نازك الملائكة في المركز الثقافي البغدادي، وكانت أصبوحات عادة للشعر العمود هيبته ووزنه. ومن جميل الصدف اللي واجهتها في وأنا أدير إحدى الجلسات، كنت أنا سابقا في الإعدادية في الرابع عام، كان المدرس اللغة العربية الأستاذ أمين الموسوي. ذهبت ببعض الخربشات، كنت في عمر 14 عاما، فمزق الورقة ووضعها في يدي، قال لي اذهب تعلم العروض. كنت في الرابع عام، وذهبت إلى أحد الأصدقاء اللي هو سبحان الله حاليا مدير هذه الإعدادية في مكتبة أخيه، بحثا عن كتب عن العروض، فوجدت كتاب لدولة لبنان الشقيقة منهجي قواعد اللغة العربية. في آخر الكتاب هناك قسم مخصص للعروض، مخصص للعروض، نعم. وكانت عطلة نص السنة سبحان الله، وقفلت على نفسي باب الغرفة. خلال أسبوع كتبت أول قصائدي كانت على الكامل، وأتذكر البيت الأول الذي يقول القصيدة اسمها الشمس تتحدث عن العراق، على لسان الشمس. شرقت في أرض العراق أشعة من عزجد، وعدمت بالأجواء، قد كان أحلى موطنا عانقته أرضا سماها رحبة الأرجاع. الله. أخذت القصيدة كملتها وذهبت إلى أستاذ أمين بعد نهاية العطلة، قبلني من جبيني، قال الآن أنت شاعر. سبحان الله، وأنا أدير إحدى الجلسات في شارع المتنبي، وإذا هو صدفة يدخل الأستاذ أمين القاعة،
فأوقفت الحديث وأوقفت الجميع احتراما. قف للمعلم، كاد المعلم أن يكون رسولا. نعم، قم للمعلم وفيه تبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. أحسنت أستاذ علي، وما قصرت والله، هذا ما نحن بحاجة إليه، أن نجل علماءنا ومن لهم فضل علينا وإن بحرف لا أكثر. إلى قصيدة جديدة أستاذ علي الأقيدي الشاعر العراقي، تفضل. الآن هذه القصيدة مهداة إلى أحبابنا وأخوانا في ثورة تشرين الأعزاء. نعم، وأنعم بهم من أحبة وأنعم بك من محب لهم، تفضل أستاذ علي. بركت أيها الحبيب، سوى الوفاء لعرق الأرض ما عرف، ولست كانوا أمام الشر وارتجفوا. سوى الوفاء لعرق الأرض ما عرفوا، ولست كانوا أمام الشر وارتجفوا. من حبها رضعوا عنوان قصتهم، وفي الملاحم حبا طاهرا نزفوا. من حبها رضعوا عنوان قصتهم، وفي الملاحم حبا طاهرا نزفوا. كانوا رفاقا وما زالوا بجمعتهم، من قد وحدهم في نبله الهدف، لكنهم في سباق التضحيات مضوا، لكنهم في سباق التضحيات مضوا من قبل صاحبه في البدء، فاختلفوا. اختلفوا هنا على من يبدأ بالاستشهاد قبل صاحبه. نعم. هم الذين أغاظوا من يحاربهم، عاش العراق على أسماعه هتفوا. هم الذين أغاظوا من يحاربهم، عاش العراق على أسماعه هتفوا. من موصل الخير والأنبار دبكتهم، لبصرة الخير في النايات كم عزفوا. لروح ميسان كم غنت حناجرهم، إلى المثنى بثوب الحب نلتحف. من عطر بغداد، من عطر بغداد كم فاحت نسائمها، لبابل المجد من تاريخها غرفوا. في القادسية للأبطال ملحمة، فهذه الأرض بالإقبال تنخسف. في واسط الحب عاش الشعر مبتسما، في واسط الحب عاش الشعر مبتسما. كم استفاقت على أخباره الصحف، إلى الفرات الذي هبت نسائمه، وكربلاء التي قابت بها النجف. وفي ديالى صلاح الدين تعرفهم، محل محبة في كركوك كم وقفوا. وفي ديالى صلاح الدين تعرفهم، محل محبة في كركوك كم وقفوا. مع المحبة في كركوك كم وقفوا. هذه الإطلالة السريعة توزع الزهور الثورية التشرينية الجميلة على محافظات ومدن العراق الثائرة، العراق ككل، إنما تعكس روح شاعر ينتمي إلى تراب أهله لا إلى المحاولين أن يسرقوا الشمس من أعين أهلها. هل ستعود الشمس قريبا باعتقادكم أستاذ علي؟ بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. تتوقع لمثل هذه الحركات أن تسفر عن نتيجة عملية ملموسة؟ إن شاء الله قريبا بإذن الله تعالى. إن شاء الله. طيب قبل الختام نريد قصيدة قصيرة موجهة إلى العراق الذي تحب، أو موجهة إلى من تحب، قصيدة تصلح أن تكون مسكا لختام هذا العدد من بيت القصيد، تفضل أستاذ علي. والله هذه قالك، هذه القصيدة قديمة جدا، كتبتها عن العراق عندما تعلمت العروض. وهذه لك أن تبدأ بها مباشرة، وللجمهور حرية أن يعطي رأيه فيها سماعا وتحكيما وسعادة. أقول متعملق كالمجد في عليائه، متسيد كالصقر في أجوائه. نعم. متفرد ما نام يوم جرحه، عشق الحياة مضرجا بجمائه. وطن العراق
بدته كل جوارحي تتقاسم النايات فصل بكائه وطني حبيبي فوق كل فضيلة نعم. تهوى نجوم المجد لون سمائه ذهلوا كثيرا كيف يبقى صامدا لم يعرف الأعداء سر بقائه والطيب في خيراته وترابه ذهب وطعم الشهد شربة مائه والشمس مشرقة على ثوراته الله. والنصر يحتضن مدى بضيائه هو محور الطيبين هو محور القطبين هو محور القطبين يكتب عنهما ما تجهل الأيام عن شهدائه هو محور القطبين هو محور القطبين يكتب عنهما ما تجهل الأيام هو محور القطبين يكتب عنهما ما تجهل الأيام عن شهدائه فالأرض كل الأرض كانت كفة في الكفة الأخرى استوى بنقائه هذا في الكفة الأخرى استوى بنقائه دام هذا النقاء بصوتك الشعري الحر أستاذ علي العقيدي ودمت شاعرا منتميا إلى أحبته إلى وطنه إلى جراحات شعبه وأمته العربية والإنسانية كل الإنسانية جمعاء قبل الختام كلمة من قلبك إلى العراق الذي تحب تصلح أن تكون شاهدة عليك ماذا يمكن لك أن تقول؟ كل الحب لوطن العراق وكل الحب لشعبه العظيم وبإذن الله تعالى يعود هذا الشعب إلى المجد والقمة والعز بإذن الله تعالى ويزيل هذا الظلام عنه بإذن الله تعالى ما دام ما دامت الأصالة في انتماء العراق وأصله العظيم وتحياتي لكم قناة وأشكرك حبيبي أستاذ مصطفى وأشكر القناة وكادرها العظيم شكرا جزيلا أستاذ علي العقيدي الشاعر العراقي المتميز حقا البسيط بانتمائه لوطنه والعميق بحبه لهذا الوطن في الختام لا يسعني إلا أن أشكرك على تشريفك لنا في هذه الحلقة من بيت القصيد وبإذن الله متواصلون معكم أعزائنا المشاهدين في الأسابيع المقبلة حيث سيكون لدينا ضيوف آخرون يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شعر آخر في الأسبوع المقبل بإذن الله وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات والسلام عليكم ورحمة الله إلى اللقاء